طلابي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هتكلم على الـ Development of Respiratory System. قبل ما أبدأ في الـ Development هتكلم على Introduction صغيرة. ده عبارة عن Longitudinal Section في الـ Embryo بعد الـ Folding From Cranial to Caudal. الصورة دي طبعا مش غريبة علينا، احنا شفناها في المحاضرات اللي قبل كده. الـ Embryo من بره Covered بـEctoderm، ومن جوه الجت لايند باندودير، وفي ما بينهم ميزودير. ده الباكو فارنجي الممبرين، وده الكلوكا الممبرين. اتفقنا قبل كده في الموديول اوف دايجستيف سيستم ان الجت بنقسمه لثلاث اجزاء، فور جت وميد جت وهايند جت. والفور جت هنرجع نقسمه لجزئين، كرينيال بارت اللي موجود ورا الباكو فارنجيال ميمبرين على طول، وكودال بارت. واتفقنا قبل كده ان الكرينيال بارت اوف فور جت اسمه فارينجز. يبقى ايه هو الفارينجز اوف ذا امبريو؟ هو الكرينيال بارت اوف فور جت. وزي ما انتم شايفين الفارينجز لايند من جوه متبطن باندودرم، وحوالين الاندوديرم بره الاندوديرم هنلاقي فيه ميزوديرم، وبره خالص هنلاقي اكتوديرم. في موضوع اخدناه السنه اللي فاتت واديت عنه نبذه صغيره في محاضره الديفلوبمنت اوف ذا تانج، موضوع الفارنجيال ارشز. ايه بقى الفارنجيال ارشز دي عشان نفتكرها سريعا مع بعض؟ احنا اتفقنا انه بعد الفولدنج الفارينجز اوف ذا امبريو بيبقى عامل زي الاسطوانه، والوول بتاعه مكون من 3 لايرز. ترتيب اللايرز دي من بره لجوه هي اكتوديرم، اشيل الاكتوديرم الاقي تحتيه ميزوديرم، اشيل الميزوديرم الاقي تحتيه اندوديرم مبطن الكافيتي اوف ذا فارينجز من جوه. اتفقنا السنه اللي فاتت ان الميزوديرم اللي موجود on each side of the pharynx، الميزوديرم اللي موجود على جانبي الفارينجز هيظهر فيه 6 curved cylindrical mesodermal thickenings. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني الميزوديرم اللي موجود on each side of the pharynx هيتخن، بس مش هيتخن ككتلة واحدة، هتبقى حتة من الميزوديرم تخينة وتحتيها حتة رفيعة، وتحتيها حتة تخينة وتحتيها حتة رفيعة، وتحتيها حتة تخينة وتحتيها حتة رفيعة، لحد ما نكمل 6 pharyngeal ارشز. والفارنجيال ارشز دي من بره بتبقى covered بسيرفيس اكتوديرم، ومن جوه بتبقى لاين باندوديرم. واتفقنا برضو ان الفارنجيال ارشز عددها 6، بس خامس فارنجيال ارش ده يا اما مش بيظهر عندنا احنا الهيومنز، يا اما ان هو بيظهر ويختفي بسرعه، يعني بمعنى اخر هو ملوش اي دور ولا اي فانكشن عندنا. فلما بنيجي بنتكلم على الفارنجيال ارشز بنتكلم على الارش الاولاني والتاني والتالت والرابع والسادس. وبرضه نفتكر مع بعض هما ليه سموها فارنجيال ارشز، لان هي بتبقى موجوده on each side of the pharynx. نفتكر برضه مع بعض ان الفارنجيال ارشز كل واحد فيهم كان بيبقى ليه كرينيال نيرف مخصوص بيديله نيرف سبلاي مخصوص ليه. دي عبارة عن الديفلوبينج نيورال تيوب، ودي الفارنجيال ارشز، الفيرست ارش، سكند ارش، ثيرد ارش، فورث ارش، وسيكس ارش. انا هتكلم معاكو على النيرف سبلاي بتاع رابع وسادس فارنجيال ارشز، ده اللي هيفرق معايا النهاردة في محاضرة الريسبيراتوري سيستم. رابع وسادس فارنجيال ارشز بياخدوا نيرف سبلاي من الفيجس، تحديدا رابع فارنجيال ارش بياخد نيرف سبلاي من السوبيريور لارنجيال برانش اوف فيجس والفارنجيال برانشز اوف فيجس، وسادس فارنجيال ارش بياخد نيرف سبلاي من الريكورنت لارنجيال برانش اوف فيجس. طيب دلوقتي انا عايزه اخد cut section في ال wall of the pharynx of the embryo، اخده ازاي؟ ادي الامبريو
انا بص عليه من الجنب، وادي الفارنجيال ارشز موجودة on each side of the pharynx. انا هقطع كده وهشيل الجزء اللي فوق ده هرميه، وابص على الصورة دي، ادي الفارنجيال ارشز اهي موجودة on each side of the pharynx، ده الفارنج of the embryo. وبعدين هلف الامبريو وابص عليه من فوق اهو، ده الفارنج ودي الفارنجيال ارشز موجودة on each side of the pharynx، وهكبر الصورة. يبقى زي ما احنا شايفين ده الفارنج of the embryo ودي الفارنجيال ارشز موجودة on each side of the pharynx. اتفقنا ان الفارنجيال ارشز هي عبارة عن 6 كيرفد سيلندريكال ميزوديرمال ثيكنينجز. اللون البني ده الميزوديرم، ده القرش الاولاني، التاني، التالت، الرابع، السادس. الفارنجيال ارشز دي من بره بتبقى كفرد باكتوديرم، ومن جوه بتبقى لاين باندوديرم. لو انا شاورت لكم على الحته اللي في النص دي، شايفينها الحته دي؟ بسميها فلور اوف فارينكس. والفلور اوف فارينكس زي ما انتم شايفين كده هو لايند باندوديرم، وهو هيدي 3 ديريفاتيفز. هيدي التنج اللي اتكلمنا عليه في الديفلوبمنت اوف دايجستيف سيستم، وهيدي الثايرويد جلاند اللي اخدتوها السنه اللي فاتت في الديفلوبمنت اوف اندوكراين سيستم، وهيدي الريسبيراتوري سيستم اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. طيب هل الفلوروفارينكس اقدر اشوفه من فيو تاني غير السوبيريور فيو؟ ممكن اشوفه من ساجيتال سيكشن. فين الفارينكس هنا اوف ذا امبريو؟ اهو الكرينيال بارت اوف فور جات اللي موجود ورا الباكو فارنجيال ممبرين على طول. لو انا بقى شاورت على الجزء ده، يبقى الجزء اللي بشاور عليه ده بسميه فلور اوف فارينكس. والفلور اوف فارينكس زي ما انتم شايفين كده هو لاين باندوديرم، يعني معنى كده ان الديريفاتيفز اوف فلور اوف فارينكس دي بتبقى اندوديرمال ان اوريجين. ده عباره عن سيجيتال سيكشن في الهيد والنيك، بيبين الفارينكس. الفارينكس عباره عن ايه؟ عباره عن ماسكولار تيوب، جزء منها بيبقى موجود ورا النيزل كافيتي اسمه نيزو فارينكس، وجزء منها موجود ورا الاورال كافيتي اسمه اورو فارينكس، وجزء منها موجود ورا اللارينجيال كافيتي اسمه لارينجو فارينكس. واللارينجو فارينكس بيكمل تحت على الاسوفاجس، وقدام بيفتح على اللارينكس بفتحة اللارينجيال انلت. اللارينجيال انلت دي اللي بتتقفل بالإبيجلوتس. لو جينا على اللارينكس قدام هنلاقي ان هو بيتكون من مجموعة من الكارتلجز والليجامنز والمسلز لايند بميوكس ميمبرين. ولو بصينا على الميوكس ميمبرين بتاعه من جوه هنلاقي الفصة دي اللي اسمها لارينجيال فنتريكل. بعد كده اللارينكس هيكمل تحت على التراكية. التراكية هتتقسم لرايت وليفت مين برونكاي. الرايت مين برونكس هتتقسم ل 3 سكندري برونكاي، والليفت مين برونكس هتتقسم ل 2 سكندري برونكاي، والسكندري برونكاي هتتقسم ل تيرشري برونكاي او سيجمنتال برونكاي، ودول عددهم 10 على اليمين وتمانية على الشمال. دي البرونكاي اللي هي هتعمل البرونكو بالموناري سيجمنت. طيب التراكية والبرونكيال تري بتتكون من ايه؟ بتتكون برضو من كارتلجز، والكارتلجز دي في ما بينها مسلز سموث مسلز، وبتبقى لايند من جوه بميوكس ميمبرين. تعالوا بقى نتكلم على الديفلوبمنت اوف ريسبيراتوري سيستم. دي عبارة عن صورة للفلوروفارينكس، ده القرش الأولاني، التاني، التالت، الرابع، السادس. أنا هنا مش ملونة أي قرش فيهم غير القرش الرابع والقرش السادس. القرش الرابع ملونينه باللون الأصفر، والقرش السادس ملونينه باللون الأزرق.
وهنا مكان ظهور الطنج. طبعا ده خدناه الموديول اللي فات. ادي التو لينجوال سويلينجز وده التيبركلام امبار، وهنا مكان الهايبوبرانكيال امنس. الريسبيراتوري سيستم هيظهر منين؟ هيظهر في الفلور اوف فارينكس، او هيظهر من الفلور اوف فارينكس. فين تحديدا؟ فين مكان ظهوره؟ في الحته دي. لو نلاحظ ان مكان ظهور الريسبيراتوري سيستم موجود اوبوزيت القرش الرابع والسادس، وهنعرف اهميه الكلام ده كمان شويه. ايه اللي هيحصل في المكان ده؟ اللي هيحصل انه هيظهر دايفرتيكولم، هسميه ريسبيراتوري دايفرتيكولم. دايفرتيكولم يعني زي انبوبه صغيره كده، بس انا ما اقدرش اشوفه من سوبيريور فيو. عشان اشوف الريسبيراتوري دايفرتيكولم لازم ابص على الامبليوم من الجنب. لو بصينا كده، الاصفر ده هو الجت، والجت بنقسمه لفور جت وميد جت وهاين جت. والفور جت بيتقسم لكرينيال بارت اللي هو الفارينكس وكودال بارت، وده الفلور اوف فارينكس، وادي الانبوبه الصغننه دي، ده الريسبيراتوري دايفرتيكولم. الريسبيراتوري دايفرتيكولم ده زي ما اتفقنا بيظهر من الفلور اوف فارينكس اوبوزيت القرش الرابع والسادس. طيب هسألكوا سؤال، ايه نوع الجيرم سيلز اللي موجوده في الريسبيراتوري دايفرتيكولم؟ اكتوديرم ولا اندوديرم ولا ميزوديرم؟ اندوديرم، لان هي جايه من الفلور اوف فارينكس، والفارينكس ده جزء من الجت، والجت ده عباره عن اندوديرم. الريسبيراتوري دايفرتيكولم ده هيعمل الابيثيليال لايننج، او هيعمل الميوكوس ميمبرين اوف ذا لارينكس، تراكيا اند برونكيال تري. دلوقتي انا هقطع الريسبيراتوري دايفرتيكولم بخطين كده واجيبه في صوره لوحده. ده الريسبيراتوري دايفرتيكولم اللي هو باللون الازرق، وده الجت. دلوقتي هاخد فيهم سيكشن عشان نشوف شكلهم من جوه. زي ما انتم شايفين الريسبيراتوري دايفرتيكولم والفور جت بيبقوا هما الاثنين كونكتد مع بعض من جوه. دلوقتي انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه افصل الريسبيراتوري دايفرتيكولم عن الفور جت، احوله لانبوبه منفصله عنه. يعني بالظبط كأن الانبوبه الكبيره دي عايزه اقسمها لانبوبتين، انبوبه قدام وانبوبه ورا، ويفضلوا كونكتد مع بعض فوق في الحته دي في مكان اللارينجيال اوبننج. تعالوا نشوف ازاي هنفصلهم عن بعض في الصوره اللي جايه. ده الريسبيراتوري دايفرتيكولم وده الفور جت. انا قطعهم كده واخده فيهم سيكشن. الجزء اللي فوق ده انا هرميه خالص من الصوره، وهشتغل على الجزء اللي تحت. هيظهر تو longitudinal ridges على جانبي الريسبيراتوري دايفرتيكولم اسمهم تريكيو اوسوفوجيال ريدجز. التريكيو اوسوفوجيال ريدجز دول لو انا خدتهم كده في ترانسفيرس سيكشن وبصيت عليهم من فوق، ادي الريسبيراتوري دايفرتيكولم وده الفور جت، وهيظهر عندي تو longitudinal ridges على جانبي الريسبيراتوري دايفرتيكولم اسمهم تريكيو اوسوفوجيال ريدجز. التريكيو اوسوفوجيال ريدجز دول هيقربوا من بعض في الميد لاين، يقربوا من بعض يقربوا من بعض لحد ما يحصل لهم فيوجن مع بعض ويعملوا سيبتم اسمه تريكيو اوسوفوجيال سيبتم. التريكيو اوسوفوجيال سيبتم ده هيقسم الفور جت لانبوبتين، انبوبه صغيره قدام دي هتعمل الابيثيليال لايننج اوف ذا لارينكس، تراكيا اند برونكيال تري، فهنسميها لارينجيو تريكيال تيوب. وانبوبه كبيره ورا دي اللي هتعمل الابيثيليال لايننج اوف ذا اسوفاجس، فهنسميها اسوفاجس. وزي ما انتم شايفين انا مش بس في المحاضره دي بشرح الريسبيراتوري سيستم لوحدي كديفلوبمنت،
لا ده انا بشرح كمان في النص ال development of the esophagus. لو نفتكر مع بعض ان في الموديول اللي فات في ال digestive system انا ساعتها قلت لكم ان احنا هنأجل ال development of the esophagus لمحاضره ال development of respiratory system، لان هو اوتوماتيك هيتشرح معايا في النص واحنا بنشرح. لو انا كده خدت transverse section، ادي ال تريكيو اسوفاجيال ريدجز حصل لهم فيوجن مع بعض وعملوا سبتم اسمه تريكيو اسوفاجيال سبتم. التريكيو اسوفاجيال سبتم ده اسامبلي الفور جت لانبوبتين، انبوبه صغيره قدام اسمها لارينجيو تريكيال تيوب، وانبوبه كبيره ورا اسمها اسوفاجس. وعشان كده سمينا التو ريدجز دول وسمينا السبتم تريكيو اسوفوجيال، لانه هيفصل ما بين التراكية وما بين الاسوفجس. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان اللارينجيو تريكيال تيوب هتتفصل عن الاسوفجس، هيتفصلوا بقى عن بعض زي ما انتوا شايفين كده. يبقى لو خدنا كده ترانسفيرس سيكشن هنلاقي ان الانبوبتين انفصلوا بقى عن بعض، يعني هما الاول اتقسموا وبعد كده المرحلة اللي بعديها اتفصلوا عن بعض. بقى عندي انبوبة منفصلة قدام اسمها اللارينجيو تريكيال تيوب. اللارينجيو تريكيال تيوب دي هتعمل epithelial lining of the larynx، تراكية ده الجزء اللي هيعمل التراكية، وبعد كده التراكية هتتقسم لتو برونكيال بادز او تو لونج بادز. يبقى ادي تراكية قدام، وادي عندي الاسوفيجس موجود ورا، واحنا هنا فصلنا الانبوبتين عن بعض. دي صورة تانية هتوضح لنا ال development of respiratory diverticulum، وازاي ان احنا من انبوبة واحدة بنبدأ نخلق انبوبتين، انبوبة صغيرة قدام وانبوبة كبيرة ورا. لو بصينا كده مع بعض، ادي الريسبيراتوري دايفرتيكولم اللي لونه ازرق، وده الفور جت اللي لونه اصفر، وانا بص عليهم من الجنب، وهنا انا واخده فيهم ترانسفيرس سيكشن عشان ابين ان هما الاتنين من جوه بيبقوا فاتحين على بعض. ده الفور جت وده الريسبيراتوري دايفرتيكولم. اول مرحله اتفقنا هيظهر ايه؟ هيظهر عندي تو ريدجز على جانبي الريسبيراتوري دايفرتيكولم. في الصوره اللي جايه ان شاء الله عينينا نبص كده على الحته دي، ونبص برضو على الحته دي هنا. بص بقى الصوره، يبقى على جانبي الريسبيراتوري دايفرتيكولم ظهر عندي تو ريدجز، تو لونجيتودينال ريدجز، واحد على اليمين واحد على الشمال، سميناهم تريكيو اسوفوجيال ريدجز. لو انا خدت ترانسفيرس سيكشن، ادي الريسبيراتوري دايفرتيكولم وده الفور جت، ودول التريكيو اسوفوجيال ريدجز، تو لونجيتودينال ريدجز، واحد على اليمين واحد على الشمال. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ايه ان التريكيو اسوفوجيال ريدجز هيحصل لهم فيوجن مع بعض ويعملوا سبتم اسمه تريكيو اسوفوجيال سبتم. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض في الصورة اللي جاية. يبقى لو بصينا، ادي التريكيو اسوفوجيال ريدجز، تو لونجيتودينال ريدجز موجودين on each side of the respiratory diverticulum. التو ريدجز دول حصل لهم فيوجن مع بعض وعملوا سبتم اسمه تريكيو اسوفوجيال سبتم. التريكيو اسوفوجيال سبتم ده هيقسم الفور جت لانبوبتين، انبوبه صغيره قدام سميناها لارينجيو تريكيال تيوب. اللارينجيو تريكيال تيوب دي هتعمل الابيثيليال لايننج اوف ذا لارينكس، تراكيه اند برونكيال تري، وانبوبه كبيره ورا اسمها اسوفاجس دي هتعمل الابيثيليال لايننج اوف ذا اسوفاجس. المرحله اللي جايه هي ان انا افصل الانبوبتين دول عن بعض،
افصل اللارينجوتراكيال تيوب عن الاسوفيجس، بس مش هفصلهم كومبليتلي، هفصلهم ما عدا في الابر بارت بتاعه. لو بصينا مع بعض في الصورة دي، ادي اللارينجوتراكيال تيوب وده الاسوفيجس، وهنا الانبوبتين انفصلوا عن بعض بقوا تو سيبريت تيوبس ما عدا في الابر بارت. في الابر بارت بتاع التو تيوبس بيبقوا كونكتد مع بعض. ليه؟ لان اللارينجوتراكيال تيوب دي هتعمل اللارينكس، الجزء اللي فوق ده هيعمل اللارينكس، والجزء اللي في النص ده هيعمل التراكية، والجزء اللي تحت ده الكودال اند هيتقسم ويعمل لي تو برونكيال بودز عشان يعمل لي البرونكاي، واللارينكس هتبقى كونكتد للارينجيو فارينكس ورا عن طريق اللارينجيال انلت، الصورة اللي احنا شفناها في الساجيتال سيكشن في اول المحاضرة. وهنا طبعا لو انا قطعتهم في الليفل ده هلاقي ان انا عندي انبوبتين منفصلتين، دي الجزء بتاع التراكية، الحتة دي اهي تراكية قدام، وهيبقى عندي ورا في الحتة دي الاسوفيكس. تعالوا بقى نتكلم على الـ development of the larynx. احنا اتفقنا في اول المحاضرة ان اللارينج بيتكون من مجموعة من المسلز والكارتلجز والليجامنز لاين بي epithelial lining او mucous membrane. فهبدأ اول حاجة هتكلم على الـ epithelial lining of the larynx، وبعد كده هتكلم على المسلز والكارتلجز. طالما قلت كلمة epithelial lining يعني endoderm. اللايننج اوف ذا لارينكس هيجي منين؟ هيجي من الفلوروفارينكس. منين تحديدا؟ من الفلوروفارينكس اوبوزيت الارش الرابع والسادس، ده مكان ظهور الريسبيراتوري دايفيرتيكولم، وده ماشي جدا مع الاناتومي. ان احنا لما نيجي نفكر كده يا ترى ايه السنسوري سبلاي اوف ذا لارينكس اباف ذا فوكال كورز، ده هياخد نيرف سبلاي من الانترنال لارينجيال نيرف، وده برانش من السوبيريور لارينجيال نيرف، وده برانش من الفيجاس اللي هو النيرف بتاع القرش الرابع. والسنسوري سبلاي بيلو ذا فوكال كورز ده هيجي من الريكورنت لارينجيال نيرف، وده النيرف بتاع القرش السادس. طب تعالوا نتكلم على الكارتلجز اوف ذا لارينكس والمسلز اوف ذا لارينكس، ودي مش جديده، دي سمعناها مع بعض السنة اللي فاتت في محاضرة الفارنجيال أرشز. فاكرين لما قلنا ان الفارنجيال أرشز دي الفارنجيال أرشز اهي، بيبقى فيه بار اوف كارتليج ماشي جوه كل فارنجيال أرش، والبار اوف كارتليج ده ممكن يعمل كارتليج او يعمل ليجامنت او يعمل بون. فلما نيجي نتكلم على الكارتليجز اوف ذا لارينكس، الابر هاف اوف ثايرويد كارتليج ده كان هيجي من القرش الرابع، من الميزينكايم بتاع القرش الرابع، واللور هاف اوف ثايرويد كارتليج وبقيه اللارينجيال كارتليجز هتيجي من الميزينكايم بتاع القرش السادس. طب تعالوا نتكلم على المسلز، برضو دي مش جديده، دي سمعناها في محاضره الفارنجيال ارشز اللي خدناها السنه اللي فاتت، ان الفورس فارنجيال ارش ده الميزينكايم بتاعه هيطلع مصل اسمها كريكوثايرويد، دي هتيجي من القرش الرابع، ودي بتاخد نيرف سبلاي من الاكسترنال لارينجيال نيرف اللي هو اساسا برانش من السوبيريور لارينجيال نيرف، وده النيرف بتاع القرش الرابع. انما الانترنسيك ماسلز اوف ذا لارينكس دي هتيجي من القرش السادس، من الميزينكايم بتاع القرش السادس، والدليل انها بتاخد نيرف سبلاي من الريكورنت لارينجيال نيرف، وده النيرف بتاع القرش السادس. في البدايه اللارينجيال انلت بيبقى شكله عامل زي السليت، زي ما انتم شايفين كده سليت لايك، وبعد كده بيحصل رابيد بولاريفيريشن للميزينكايم اوف ذا فورث اند سيكس ارشز، فده بيبدأ يغير في شكل اللارينجيال انلت بحيث ان هو يبقى عامل زي حرف التي، وبعد كده هيبان عندنا الادلت
shape of laryngeal inlet. أتكلم بعد كده على البرونكيال تري. زي ما قلت في اللارينجز بالظبط، التراكية والبرونكيال تري بتتكون من مجموعة من الكارتلجز والمسلز لاين بإبيثيديال لايننج. هتكلم أول حاجة على الإبيثيديال لايننج وبعد كده هتكلم على الكارتلجز والمسلز. أنا عندي دايفرتيكولم اسمه ريسبيراتوري دايفرتيكولم بيطلع من الفورجت. الريسبيراتوري دايفرتيكولم ده هينفصل عن الفورجت ويعمل أنبوبة منفصلة اسمها لارينجيو تريكيال تيوب. يبقى لو بصينا كده ادي اللارينجيو تريكيال تيوب. اللارينجيو تريكيال تيوب الابر اند بتاعتها هتعمل لنا الابيثيديال لايننج اوف ذا لارينجز، والجزء ده هيعمل ابيثيديال لايننج اوف ذا تراكيا، وبعد كده الكودال اند اوف ذا لارينجيو تريكيال تيوب هتتقسم لتو برونكيال بادز. الرايت والليفت برونكيال بادز هيعملوا الرايت والليفت مين برونكاي. الرايت مين برونكاس هتتقسم لي ثلاثة سكندري برونكاي، والليفت مين برونكاس هتتقسم لتو سكندري برونكاي، والسكندري برونكاي هتتقسم لي تيرشري برونكاي. التيرشري برونكاي عددها 10 على اليمين و8 على الشمال. دي البرونكاي اللي هتعمل البرونكو بالموناري سيجمنتس، وده فعلا عدد البرونكو بالموناري سيجمنتس. بعد كده التيرشري او السيجمنتال برونكاي هتتقسم انقسامات كتيرة، عدد كبير من الانقسامات، لحد ما توصل لمرحلة الالفيولاي. تخيلوا بقى هتتقسم كام مرة؟ هتتقسم 23 مرة، 17 منهم قبل الولادة و6 منهم بعد الولادة. معنى كده ان الطفل لما بيتولد ما بيبقاش عنده العدد الكامل من الالفيولاي، مش بتبقى كل الالفيولاي اتكونت عنده. بقية الالفيولاي بتتكون على مدار العشر سنين الاولى من حياة الطفل. علشان كده اللنج بتاعة الطفل في أول 10 سنين من حياته بتبقى vulnerable لأي disease أو لأي infection، لأن هي بتبقى لسه في مراحل تكوين الألفيولاي خلال ال10 سنين دول. طيب أنا كده اتكلمت على الإبيثيديال lining of the trachea and bronchial tree. طب بالنسبة بقى للsmooth muscles والcartilages والكونكتيف تيشو والبلاد فيسلز دي هتيجي منين؟ دي هتيجي من الميزوديرم اللي بيبقى محوط البرونكيال تري، وده بنسميه سبلانكينيك ميزوديرم. تعالوا نشوف مع بعض ايه هو الامبريولوجيكال اوريجين اوف ريسبيراتوري سيستم، يعني ايه التايب اوف جيرم سيلز اللي موجوده في الريسبيراتوري سيستم، هل هي اكتوديرم ولا انديوديرم ولا ميزوديرم، وايه السورس بتاع كل تايب اوف سيلز. اول حاجه الريسبيراتوري دايفرتيكولم ده نوع الجيرم سيلز اللي موجوده في انديوديرم، لان هو جاي من الفارينكس، والفارينكس ده جزء من الجت. هيعمل ايه؟ هيعمل الابيثيليال لايننج اوف ذا لارينكس تراكيا اند برونكيال تري. تاني حاجة الميزينكايم of the 4th and 6th arches، دول مسؤولين ان هما يعملوا الكارتلجز والمسلز of the larynx. تحديدا الميزينكايم of the 4th pharyngeal arch ده هيعمل ال upper part of thyroid cartilage، وهيعمل one muscle من المسلز of the larynx اسمها كريكو thyroid muscle. الميزينكايم of the 6th pharyngeal arch ده هيعمل اللور بارت اوف ثايرويد كارتليج، وهيعمل الريست اوف لارينجيال كارتليجز. بالنسبه للماسلز فهو هيعمل الانترنسيك ماسلز اوف ذا لارينكس.
السبلانكنيك ميزودير ده مسؤول ان هو يعمل الكارتلجز والمسلز of the trachea and bronchial tree. ده فيديو صغير هيورينا ال development of respiratory system. ده respiratory diverticulum بيطلع من الفلوروفارينكس. هناخد فيه transverse section. ادي respiratory diverticulum وده الفورجت او الفارينكس. هيظهر two ridges على جانبي respiratory diverticulum اسمهم tracheo esophageal ridges. التracheo esophageal ridges دول هيبدأوا يقربوا من بعض ويعملوا fusion مع بعض ويعملوا tracheo esophageal septum. السبتم هيقسم الأنبوبتين وبعد كده يفصلهم. الأنبوبة اللي قدام اسمها laryngeotracheal tube واللي ورا اسمها esophagus، وطبعا مش هيتفصلوا من فوق من مكان laryngeal inlet. ادي laryngeotracheal tube اللون الأصفر ده هيعمل epithelial lining of the larynx, trachea and bronchial tree، واللون الأحمر ده surrounding splanchnic mesoderm اللي بيبقى محوط التراكيه والبرونكيال تري. زي ما احنا شايفين من فوق التراكية مفصولة عن الاسوفيجس والاسوفيجس مكمل تحت اهو على الاستومك. التراكية هتتقسم لي رايت وليفت مين برونكاي، والمين برونكاي هتتقسم لي سكندري برونكاي. السكندري برونكاي عددها 3 على اليمين وعددها 2 على الشمال. بعد كده السكندري برونكاي هتتقسم للتيرشري او السيجمنتال برونكاي اللي هي عددها 10 على اليمين و8 على الشمال، ودي اللي هتعمل البرونكو بالموناري سيجمنتس، وده السبلانكنيك ميزوديرم اللي هيعمل المسلز والكارتلجز اوف تراكيا اند برونكيال تري. هتكلم بعد كده على الكونجنتال انوماليز. أول congenital anomaly اسمه respiratory distress syndrome. الطفل أول ما بيتولد بيبدأ يتنفس يعمل inspiration، فالهواء بيدخل يملى الالفيولاي اللي يمنع ان الالفيولاي دي يحصل لها collapse مع الاكسبيريشن. مادة اسمها surfactant. السيرفاكتانت دي بتفرزها cells اسمها pneumocytes type 2، ودي عبارة عن phospholipid material مسؤولة ان هي بتقلل surface tension of the alveoli. بتبدأ تتفرز في الاسبوع العشرين من intrauterine life، بس secretion بتاعها بيزيد قوي في اخر شهرين. في حالة الطفل اللي بيعاني من respiratory distress syndrome هنا بيبقى عنده surfactant insufficient، بتبقى كميته قليلة بحيث ان بيبقى فيه increase in the surface tension of alveoli، فالالفيولاي بيحصل لها كولابس during expiration. تاني condition اسمها ectopic lung loops، وفي الحالة دي بتبقى فيه lung زيادة مش في مكانها. دي بتبقى موجودة يا إما جاية من accessory respiratory bud بتيجي من الفورجت، يعني نلاقي ان اللونج هنا connected لإسوفيجس، او ان هي بتيجي من laryngeotracheal tube، وزي ما انتم شايفين هنا في accessory lung while the two lungs الطبيعيين موجودين في مكانهم. تالت حالة اسمها congenital cyst of the lung، والمشكلة دي بيبقى فيها congenital او abnormal dilatation في الterminal bronchi، فبتبقى واسعة عن حجمها الطبيعي وبتبدأ تحوش جواها فلويدز، وبيبقى الدرينج بتاع الفلويدز اللي فيها poor drainage، فده بيخليها liable to chronic infection. آخر condition اسمها esophageal atresia with or without tracheoesophageal fistula. كلمة atresia معناها مقفول،
وكلمة فيستولا معناها abnormal communication between two cavities. في الحالة دي التريكيوسوفوجيال سيبتم مش بيفصل التراكية عن الإسوفيكس بشكل كامل، فبيبقى فيه abnormal communication ما بينهم هما الاتنين زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي. لو بصينا هنا ده الإسوفيكس، ده الأبر بارت بتاعه، ده اللور بارت. الأبر بارت مقفول من تحت أتريتك، واللور بارت فيه abnormal communication ما بينه وما بين التراكية تريكيو أسوفوجيال فيستيلا. هنا في الحالة دي التريكيو أسوفوجيال سيبتم زي ما انتوا شايفين ما فصلش التراكية عن الأسوفيكس بشكل كامل، يعني فصلهم فوق وفصلهم تحت بس مش مفصولين في الجزء ده، فهنا في abnormal communication ما بين التراكية وما بين الأسوفيجس، يعني فيستولا. التريكيو أسوفوجيال فيستولا بتبقى ساعات associated مع مجموعة تانية من الأنوماليز association كده، بتبقى مجموعة من الأنوماليز كلها، لاحظوا يعني ان هي بتبقى موجودة كلها في نفس الطفل، بيبقى عنده vertebral defects يعني anomalies في vertebral column، وانال اتريزيا يعني الانال كانال بتبقى اتريتك او مقفوله، وكارديال كاردياك ديفكتس يعني كونجنتال انوماليز في الهارت، وتريكيو اسوفوجيال فيستولا ابنورمال كوميونيكيشن ما بين التراكيه والاسوفاجس، ورينال انوماليز كونجنتال انوماليز في الكيدني، وليمب انوماليز. انا كده خلصت الديفلوبمنت of respiratory system. شكرا جزيلا.